بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. في من كتاب الاختيار لتعليل المختار، وكنا نتكلم في اللقاء الماضي حول كتاب الشهادة، وتوقفنا عند القول بمشروعية الرجوع عن الشهادة قياساً على مشروعية رجوع القاضي في حكمه، بناء على أن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. ولكن هل يشترط أن يكون الرجوع في مجلس القضاء، يعني في مجلس الحكم؟ المصنف في هذا يقول: ولا يصح إلا في مجلس الحكم، أي لا يصح رجوع الشهود عن شهادتهم إلا في مجلس الحكم. لماذا؟ لأن الرجوع لكي يعتمد ويعتد به يحتاج إلى إعلان عنه في مكان معتبر، ولا مكان معتبر في هذا المعنى إلا مجلس القضاء. لذلك يعبر المصنف عن هذا ويقول: ولا يصح إلا في مجلس الحكم، لأنه يحتاج فيه إلى حكم حاكم بمقتضى الرجوع، يحتاج الرجوع إلى اعتماد هذا الرجوع من خلال حكم الحاكم أو حكم القاضي. أيضا قالوا: يشترط أن يكون الرجوع في مجلس الحكم لأن الرجوع توبة. الإنسان عندما يشهد ويشعر أنه قد أحس بأنه قد ظلم أو زور ثم أراد أن يرجع في شهادته، فهذا يعد توبة. والشهادة جناية، الشهادة بذور جناية، فيشترط استواءهما أي الشهادة والرجوع، يشترط فيهما الجهر والإخفاء، كما أن الشهادة يجهر بها فكذلك الرجوع عن الشهادة يجهر بها في مجلس القضاء. فلا يصح الحكم أو لا يصح الرجوع إلا في مجلس الحكم. طيب، ماذا لو أقام المشهود عليه البينة، أقام المشهود عليه البينة أنهما أي الرجوع أي الشهود عفوا أنهما أي الشهود رجعا عن شهادتهما، فهل تقبل البينة في ذلك؟ وهل يعد بهذا الكلام؟ قال المصنف: ولو أقام المشهود عليه البينة أنهما أي الشهود رجعا لم تقبل، أي لم تقبل البينة على رجوع الشهود عن شهادته.
فإن قال الشاهد رجعت عند قاض آخر هل يعتد بقوله هذا؟ قال المصنف: فإن قال الشاهد رجعت عن شهادتي عند قاض آخر كان هذا رجوعا عند القاضي الجديد. بعد ذلك تحدث المصنف عن رجوع الشهود فيما إذا كان الرجوع قبل حكم القاضي، شهدوا وقبل أن يصدر القاضي حكمه رجع الشهود عن شهادتهم، فماذا يكون الحكم؟ قال المصنف: فإن رجعوا أي الشهود عن شهادتهم قبل الحكم أي قبل حكم القضاء سقطت تلك الشهادة وسقط ما يترتب عليها، لأن الحق لا يثبت إلا بالقضاء، والقضاء يتوقف على الشهادة، وقد رجع الشهود عن شهادتهم قبل قضاء القاضي، فهنا لا اعتبار لتلك الشهادة، ومن ثم فليس هناك حكم معتبر، لأن الحكم متوقف على شهادة الشهود، والشهود قد رجعوا قبل حكم القاضي. طيب، ماذا لو كان رجوع الشهود عن شهادتهم بعد حكم القاضي؟ شهد الشهود وحكم القاضي بناء على شهادتهم، ثم بعد الحكم رجعوا عن شهادتهم هذه. قال المصنف في ذلك: فإن رجعوا قبل الحكم بها سقطت، أي سقطت الشهادة ولا يعتد بها، وبعده يعني وإن رجعوا بعده أي بعد الحكم لم يفسخ الحكم، يعني صار الحكم سار وماض ونافذ، وبعده لم يفسخ الحكم، لأن الشهادة والرجوع عنها سواء في احتمال الصدق والكذب، يعني الشهود عندما يشهدون كأنها خبر يحتمل الصدق والكذب، وعندما يرجعوا عن شهادتهم هذا خبر يحتمل الصدق والكذب، إلا أن الخبر الأول وهو الإدلاء بشهادتهم أمام القضاء رغم أنه خبر يحتمل الصدق والكذب، إلا أن هذا الخبر تقوى وترجح بالقضاء فلا ينتقد بالثاني. مرة ثانية، رجع الشهود عن شهادتهم بعد حكم القاضي، هل يفسخ الحكم أم لا؟ قال المصنف: لم يفسخ الحكم، بل يعتبر ساري ونافذ. لماذا؟ يقول: لأن الشهادة والرجوع عنها سواء في احتمال الصدق والكذب، أي أن الشاهد عندما يشهد يحتمل أن يكون صادقاً أو كاذباً، وعندما يرجع عن شهادته يحتمل أن يكون صادقاً أو كاذباً، فيترجح الأداء الأول اللي هو الشهادة لأنها وصلت إلى المحكمة وقضى القاضي بها فأصبحت نافذة وسارية وتقوت عن الرجوع عن الشهادة، وبعده أي بعد الحكم لم يفسخ الحكم، لأن الشهادة
والرجوع عنها سواء في احتمال الصدق والكذب، كلاهما يحتمل الصدق والكذب. الشهادة تحتمل الصدق، والرجوع عن الشهادة يحتمل الصدق والكذب أيضا. فترجح الأول، أي ترجح العمل بالشهادة وإن كانت خبرا يحتمل الصدق والكذب، إلا أنه ترجح بالقضاء، يعني تقوى بالقضاء، فلا ينقض الحكم بالرجوع بعد ذلك. وما الذي يترتب على رجوع الشهود عن شهادتهم وفسخ الحكم؟ قال المصنف في ذلك: وضمنوا ما أتلفوه بشهادتهم، أي ضمن الشهود ما أتلفوه بسبب شهادتهم لإقرارهما بسبب الضمان، لأنهم في حالة رجوعهم عن الشهادة كأنهم قد أقروا بالضمان، بضمان ما أتلفوه بسبب شهادتهم. يبقى ضمنوا ما أتلفوه بشهادتهم، لأن بالرجوع يعد إقرار بالضمان. فلو شهد أي الشهود أنه قضاه دينه أو أبرأه منه فقضى القاضي بذلك، ثم رجع ضمنا، شهد الشهود أن فلانا قضى ما عليه من ديون لفلان، أحمد قضى يعني أدى ما عليه من ديون لعلي، خلاص حكم القاضي بذلك. ثم بعد الحكم بكده بذلك رجع الشهود عن شهادتهم. فهنا يقول المصنف: شهد أنه قضاه دينه أو أبرأه منه فقضى القاضي بالبراءة أو بالإبراء، ثم بعد ذلك رجع الشهود عن شهادتهم، فإنهم يضمنون ما أتلفوه أو ما ضيعوه على المدعى عليه بسبب شهادتهم، ويعد رجوعهم عن الشهادة كأنه إقرار بالضمان ضمني، كأنه إقرار بالضمان ضمني. فإن شهد أي الشهود بمال فقضي به، أي قضى القاضي بمقتضى تلك الشهادة وأخذه المدعي، أي أخذ المال المدعي بناء على حكم القاضي. ثم رجع الشهود عن شهادتهم، ضمن الشهود المال للمدعى عليه أو للمشهود عليه. في هذا المعنى يقول صاحب الاختيار: فإن شهد بمال فقضي به، أي قضى القاضي بذلك وأخذه المدعي، ثم رجع الشهود عن شهادتهم، ضمن الشهود هذا المال الذي أخذه المدعي، ضمنوه للمدعى عليه. لماذا؟ لوجود التسبب على وجه التعدي، لأنه بشهادتهم قد تسببوا في ضياع هذا المال، وبرجوعهم قد أقروا بالضمان، تماما مثل ضمان حافر البئر. لو أن شخصا حفر بئرا فسقط به إنسان فأصيب، فإنه يضمن، أي الحافر يضمن إن كان في غير ماله طبعا، يعني في غير أرضه.
لأنه في غير أرضه يعد متعد. طيب، ولا وجه إلى تضمين المدعي، يعني هل عند رجوع الشهود عن شهادتهم نضمن المدعي أم لا يضمن المدعي؟ المدعي لا يضمن، لأنه انتقل ملكية هذا الشيء بناء عن إيه؟ عن حكم القاضي، عن حكم حاكم. لذلك يقول المصنف: ولا وجه إلى تضمين المدعي، لأن الحكم ماض، أي حكم القاضي بالشيء المدعى ماض نافذ وساري. وهل يضمن القاضي في ذلك؟ لا يضمن القاضي أيضا في ذلك. لماذا لا يضمن القاضي؟ قال المصنف: ولأن في تضمينه منع الناس عن تقلد القضاء. لو أن القاضي قضى ثم رجع الشهود عن شهادتهم وقال قائل: يضمن القاضي، إذن بعد ذلك لا يتقدم أحد إيه لعمل القضاء، لأن في تضمينه، أي في تضمين القاضي، منع الناس عن تقلد القضاء خوفا من الضمان. طيب، رجع أحد الشهود والثاني على شهادته، فكيف يكون الضمان؟ قال المصنف: فإن رجع أحدهما ضمن النصف، شهد اثنان أن لفلان على فلان 100 جنيه، فحكم القاضي بذلك، ثم رجع أحد الشهود، فكيف يكون الضمان؟ هل الضمان على شخص واحد أم على الشاهدان؟ قال المصنف في ذلك: فإن رجع أحدهما ضمن النصف، ضمن النصف. والعبرة في الرجوع لمن بقى لا لمن رجع، العبرة في الرجوع لمن بقى لا لمن رجع. يعني لو شهد 4 من الشهود ثم رجع 2 وبقي 2، الشهادة ما زالت صحيحة ولا باطلة؟ الحق يثبت بشهادتهما، يثبت بشهادتهما. لذلك يقول المصنف: العبرة في الرجوع لمن بقى لا لمن رجع. رجع 2 وبقى 2، رجع 1 وبقى 2، إبا الحق باقي والحكم باقي. ألا يرى أنه إذا بقي من يقوم به الحق لا اعتبار برجوع من رجع؟ كانوا 3 فرجع 1 وبقي 2، هل يعتد برجوع الذي رجع؟ لا يعتد، لأنه بقي نصاب للشهادة معتبر، لأنه لا اعتبار برجوع من رجع طالما بقي نصاب الشهادة مستوفى. فإن رجع أحدهما ضمن النصف، والعبرة في الرجوع لمن بقى لا لمن رجع، ألا يرى أنه إذا بقي من يقوم به الحق، يعني بقي 2 ورجع 1، لا اعتبار برجوع من رجع، وقد بقي هنا من يقوم بشهادته نصف الحق، فيضمن الراجع النصف لأنه أتلف. 2 شهدا بشيء فرجع أحدهما وبقي الآخر، يضمن الراجع ولا لا يضمن؟ يضمن،
وقيمة الضمان إيه؟ يضمن نصف الحق، لأنه إذا شهد اثنان ورجع أحدهما وبقي الآخر على شهادته فإنه في تلك الحالة الراجع يضمن نصف الحق، والعبرة في الرجوع لمن بقى لا لمن رجع. طيب، ولو كانوا ثلاثة، ولو كانوا ثلاثة فرجع واحد من الثلاثة، يضمن ولا لا يضمن؟ لا شيء. ولو كانوا ثلاثة فرجع واحد لا شيء عليه، أي لا شيء على الراجع. ليه؟ لماذا؟ قالوا لأنه بقي من يبقى بشهادته جميع الحق اثنان، والحق يثبت بإيه؟ باثنان. كانوا ثلاثة رجع واحد، لا عبرة برجوعه لأنه بقي من يبقى بشهادته أو من يثبت بشهادته جميع الحق. فإن رجع آخر في تلك الحالة ضمن النصف. ضمن إيه؟ من اللي ضمن من ومين؟ الاثنين اللي هم ارجعوا، لأن العبرة كما قلنا لمن بقي لا لمن رجع، ومن بقي يثبت بشهادته نصف الحق، ومن رجع يثبت بشهادتهما نصف الحق، فعليهما الضمان لنصف الحق. طيب، الصورة التي بعد ذلك: شهد رجل وامرأتان فرجعت واحدة، شهد رجل وامرأتان فرجعت واحدة فعليها ربع المال، وإن رجعتا في هذه الحالة ضمنتا نصفه. عندما يكون لدينا رجل وامرأتان نصف الحق يثبت بإيه؟ بشهادة الرجل، والنصف الآخر يثبت بشهادة المرأتان. إذن يثبت بشهادة كل امرأة ربع الحق، يثبت بشهادة كل امرأة ربع الحق. هنا يقول المصنف: وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت واحدة فعليها ربع المال، وإن رجعتا ضمنتا نصفه، لأن شهادة الرجل بالنصف وشهادة المرأتان بالنصف، فلو رجعت امرأة نصيبها في النصف الربع، تضمن الربع. الصورة التي معنا بعد ذلك: لو شهد رجل وعشر نسوة، شهد رجل وعشر نسوة ثم رجعوا، الضمير يعود على مين؟ النساء. هنا دي مسألة اختلف فيها فقهاء الحنفي. شهد رجل وعشر نسوة ثم رجعوا، المنطق أن نقول إيه هنا؟ الرجل يتحمل إيه والعشر نسوة يتحملوا إيه؟ العقل يقول النصف. الرجل يتحمل النصف والعشر نسوة يتحملن النصف، هذا رأي. لذلك هناك من يقول كلام آخر في ذلك، يقول: فعلى الرجل السدس وعليهن خمسة أسداس. لأن احنا عندنا عشر نسوة
بكام سدس؟ بخمس. الواحد صحيح فيه كم سدس؟ ست. كل واحد صحيح فيه ست أسداس. بناء على كلام الإمام جعل سدسا للرجل وخمس أسداس للنسوة اللي هم إيه؟ عشرة، كل اثنين بواحد، يبقى كل اثنين السدس. بناء على ذلك قال الإمام: شهد رجل وعشر نسوة ثم رجعوا فعلى الرجل السدس وعليهن خمسة أسداسه. ده الإمام. وقال أي الصاحبان: عليه النصف وعليهن النصف. وده كلام الحقيقة منطقي، لأنهن وإن كثرنا يقمن مقام إيه؟ يقمن مقام رجل واحد. عندنا 100 واحد، لكن هم يسدوا مسد رجل واحد، فكلام الصاحبين هنا منطقي، وكلام الإمام أيضا نقول إنه منطقي. لكن الإمام يقول: على الرجل السدس وعليهن خمسة الأسداس. وقال أي الصاحبان: عليه النصف وعليهن النصف، لأن النساء وإن كثرن فهن مقام رجل واحد. عشر نسوة لكن بمثابة إيه؟ رجل واحد. حتى وإن كن 100 لا يثبت بهن إلا نصف الحق. حتى وإن كن 100 لا يثبت بهن إلا نصف الحق. الإمام يقول: على الرجل السدس وعليهن خمس أسداس. أبو حنيفة يقول أن كل امرأتين يقمن مقام رجل، كل امرأتين يقمن مقام رجل، بناء على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: عدلت شهادة كل اثنتين بشهادة رجل واحد. شهادة المرأتين تعادل شهادة رجل واحد. وبناء على هذا قال الإمام: فصار كشهادة ستة من الرجال، فعليهن خمس أسداس والرجل عليه السدس. وماذا لو رجع النساء جميعهن؟ لو رجع كل النساء فعليهن النصف. يبقى هنا رجعنا لكلام من تاني؟ رجعنا لكلام الصاحبان، رجعنا لكلام. لذلك هنا يقول: ولو رجع النساء جميعا فعليهن النصف. ثم يفرع على هذه المسألة فروع تؤيد ما قاله الصاحبان: ولو رجع ثمان، أي ثمان نسوة من كام؟ من عشر، لا شيء عليهن، لا شيء على الباقيات اللي هم لا. ولو رجع ثمان لا شيء على الثمان. ليه؟ لأنه بقي من يبقى بشهادتهن نصف الحق. احنا كان عندنا عشر. الصورة التي معنا: رجع ثمان من عشرة، لا شيء على الثمان، لأنه بقي من يبقى بشهادته نصف الحق. ده برضو تصحيح وترجيح لقول الصاحبان. طيب، المسألة التي بعد ذلك: ولو شهد رجلان وامرأة، شهد رجلان وامرأة،
فالضمان على من؟ شهد رجلان وامرأة، فالضمان على الرجلين خاصة. ليه؟ احنا قلنا قبل ذلك إن العبرة بمن بقي لا لمن رجع، وهنا بقي من يبقى بشهادته إيه؟ كل الحق. ولو شهد رجلان وامرأة ثم رجعوا فالضمان على الرجلين خاصة. ليه؟ لأن الحق ثبت بهما دونهما، دونها الحق ثبت. إيه؟ احنا في البداية ما كنا في حاجة إلى إيه؟ إلى المرأة. ما كنا في حاجة إلى المرء، ما كنا في حاجة إلى المرء. ولو شهد رجلان، شهد رجلان وامرأة ثم رجعوا فالضمان على الرجلين خاصة، لأن الحق ثبت بهما دونها. الحق يثبت بإيه؟ برجلين. أما هي فكانت زائدة، لا اعتداد لوجودها وجودا ولا رجوعا، فالضمان في تلك الحالة على الرجلين خاصة. طيب، شهد بنكاح بأقل من مهر المثل، شهد بنكاح بأقل من مهر المثل ثم رجعا، لا ضمان عليهما. نشهد أن فلانا تزوج فلانة بمهر أقل من مهر مثلها، أختها تزوجت بمهر 10,000، هم قالوا نشهد أنه تزوجها، أي تزوج هذه البنت، 5,000 فقط، يبقى شهد بنكاح بأقل من مهر المثل ثم رجع عن تلك الشهادة. هل يضمن الشهود في ذلك ولا لا يضمنون؟ قال المصنف: وإن شهد بنكاح بأقل من مهر المثل ثم رجع لا ضمان عليهما. لماذا؟ قال: لأن المنافع غير متقومة، منافع البضع غير متقومة بقيمة مالية، يعني لا نستطيع أن نقول منفعة هذا البضع تساوي كذا ومنفعة هذا البضع تساوي كذا، منافع البضع غير متقومة. وإذا قلنا بالضمان هذا يستدعي المماثلة، ولا نستطيع أن نقول بمماثلة بضع فلانة لبضع فلان، فمن ثم قال المصنف: شهد بنكاح بأقل من مهر المثل ثم رجع لا ضمان عليهما، لأن المنافع غير متقومة إلا بالتمليك بالعقد. والبضع هل يتملك؟ يتملك؟ لا يتملك، لأن المرأة لا تملك، لأنها ليست سلع تباع أو تشترى. بناء على ذلك قال المصنف: شهد بنكاح بأقل من مهر المثل ثم رجع لا ضمان عليهما، لأن المنافع غير متقومة إلا بالتمليك بالعقد، والضمان يستدعي المماثلة، ولا يمكن أن نحقق تلك المماثلة، وإنما يتقوم بالتمليك ولا تمليك، ولا تمليك للبضع، إظهارا لخطر المحل، إظهارا لخطر المكان، فلا يملك ولا يقوم. الصورة التي معنا في هذا المعنى أيضا قال فيها المصنف: وإن كان بأكثر من مهر المثل، شهد بنكاح بأكثر من مهر المثل
ضمن الزيادة عن مهر المثل لأنه أتلف مالا بغير عوض، لأنه أتلف مالا بغير عوض. يبقى وإن شهد بنكاح بأكثر من مهر المثل ثم رجع لا ضمان ولا ضمان، ضمن الزيادة في تلك الصورة. لماذا؟ لأننا لا نتكلم في مقابلة بضع ببضع، وإنما نتكلم في مال أسقطه أو ضيعه بغير عوض. فهنا في تلك الحالة قال المصنف ضمن الزيادة للزوج لأنهما أتلفاها، أي أتلفا تلك الزيادة على الزوج بغير عوض. طيب، وفي الطلاق إن كان قبل الدخول ضمن نصف المهر، شهد أن فلانا طلق امرأته قبل الدخول ثم رجع عن شهادته، يضمن ولا لا يضمن؟ شهد أنه طلق امرأته قبل الدخول ثم رجع عن الشهادة. نعرفين المرأة إذا طلقت قبل الدخول نصبها إيه في المهر؟ الله يفتح عليك. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. هو شهد أو هما شهدا بأنه طلق امرأته قبل الدخول وقد سمي لها مهر، فحكم القاضي بأنها لها إيه؟ نصف المهر. ثم رجع عن شهادتهم، ضمن نصف المهر لمن؟ للزوج، لأنه هو الذي دفع. ففي تلك الحالة أكد بشهادتهما ما كان على شرف السقوط لو حدث دخول أو كذا. طيب، وإن كان بعده شهد أن فلانا طلق امرأته بعد الدخول بها ثم رجع عن شهادتهما، هل يضمن شيء أو لا يضمن؟ لماذا؟ لأن المهر قد تأكد بالدخول، المهر إيه؟ قد تأكد بالدخول، ولا عبرة بكلامهما. عندنا أشياء يتأكد بها المهر، يعني عقد الزواج يوجب المهر، عقد الزواج على المرأة يوجب المهر، ولكن متى يتأكد ويصبح غير قابل للسقوط؟ بالدخول أو الموت. بالدخول إيه؟ أو الموت. وهناك من يقول بالخلوة الصحيحة تثبت المهر عند البعض. فهنا شهد أنه طلق امرأته بعد الدخول بها ثم رجع عن الشهادة، فما الحكم؟ قال المصنف لم يضمن، لأن المهر تأكد بالدخول فلم يتلف شيئا. واضحة ولا غير واضحة هذه الجزية؟ كما قلنا المهر يتأكد بالموت أو بالدخول. دخل الزوج بزوجته، شهد الشهود بأن الزوج قد دخل بزوجته ثم رجع عن شهادتهما، ليس عليهما ضمان لأن المهر تحصن وثبت بالدخول، فلم تكن الشهادة متلفة للمهر. طيب، صورة متفرعة عن تلك الصورة أيضا، شهد بالطلاق، نشهد أن فلانا طلق زوجته، وآخران شهدا أنه دخل بها، يبقى شهدا
أن فلانا طلق زوجته، لم يقول قبل الدخول ولا بعد الدخول. جاء اثنان آخران وقال إيه؟ دخل بها ثم رجعوا، أي شهود الطلاق والشهود الذين شهدوا بالدخول. فعلى من يكون الضمان في تلك الحالة؟ قالوا شهد بالطلاق وآخران أنه دخل بها ثم رجعوا، ضمن شهود الدخول ثلاثة أرباع المهر وشهود الطلاق ربع المهر. وشهود الطلاق إيه؟ ربع المهر. ليه التفرقة دي؟ أو كيف نفهم الربع وثلاثة أرباع؟ عندما شهد اثنان بالطلاق وشهد اثنان بالدخول، عندنا جزئية متفق عليها بين الشهود. هذه الجزئية هي إيه؟ اللي هي الطلاق. يبقى في الجزئية متفق عليها بين الشهود أن هناك طلاق. الفريقان أو الفريقين اتفقا على النصف، فيكون على كل فريق ربعه. الشهود رقم واحد قالوا بالطلاق، والشهود رقم اثنين قالوا بالطلاق وزادوا إيه؟ أنه بعد الدخول. يبقى عندنا المساحة المتفق عليها أن هناك طلاق، المساحة المتفق عليها أن هناك طلاق، والمختلف فيه أن هناك طلاق بعد الدخول. فهنا يقول المصنف شهد بالطلاق وآخران أنه دخل بها ثم رجعوا، ضمن شهود الدخول ثلاثة أرباع المهر وشهود الطلاق اللي هم الشهود رقم واحد ربع المهر. لماذا؟ لأن الفريقين اتفقا على النصف، اتفقا على أن هناك طلاق، فيكون على كل فريق ربعه، وانفرد شهود الدخول بالنصف فينفردون بضمانه. طيب، المسألة التي بعد ذلك، شهد الشهود بالقصاص، شهد أن فلانا قتل فلانا خطأ، فتجب إيه في هذه الحالة؟ الدية. شهد أن فلانا قتل فلانا عمدا، يبقى في هذه الحالة القتل عقوبته القصاص. الصورة التي معنا يقول فيها المصنف وإذا رجع شهود القصاص ضمن الدية ولا قصاص عليه. لماذا لا قصاص عليهم؟ قال المصنف لأنه لم يوجد القتل مباشرة. هل بشهادتهم يصدق عليهم أنهم قد قتلوا مباشرة؟ لا، هم تسببوا في ذلك. ولذلك يقول المصنف وإذا رجع شهود القصاص ضمنوا الدية ولا قصاص عليهم لأنه لم يوجد القتل مباشرة. القصاص إنما يكون متى؟ إذا وجد القتل مباشرة، يعني عمدا. والتسبيب يعني القتل بسبب لا يوجب القصاص، كحافر البئر. لو أن شخصا حفر بئرا فسقط به إنسان فمات، هل يصدق عليه أنه قتل مباشرة أم تسببا؟ تسببا. لذلك قالوا
في تلك الحالة إذا رجع شهود القصاص ضمنوا الدية ولا قصاص عليهم، لأنه لم يوجد منهم القتل مباشرة، وإنما وجد تسبيبا، والتسبيب لا يوجب القصاص كحافر البئر. كحافر البئر، فحافر البئر إذا سقط فيه إنسان فإن هذا يستوجب الدية وليس القصاص. طيب، المسألة التي معنا بعد ذلك، إذا رجع شهود الفرع، عندنا شهود أصل حملوا شهود الفرع شهادة، رجع في هذه الحالة شهود الفرع، فعلى من يكون الضمان؟ قال المصنف: وإذا رجع شهود الفرع ضمنوا. لماذا الضمان؟ لأن التلف أضيف إليهم، لأن التلف أضيف إليهم، فهم الذين ألجأوا القاضي إلى الحكم بالقصاص. ومن ثم يقول المصنف: وإن رجع شهود الفرع ضمنوا، لأن التلف الصادر قد أضيف إليهم، أي هم الذين قد تسببوا فيه، حيث بشهادتهم ألجأ القاضي إلى الحكم، فهنا يكون الضمان عليهم. الصورة الثانية: وماذا إن رجع شهود الأصل وقالوا لم نشهد شهود الفرع؟ فهل يكون هناك ضمان أو لا يكون هناك ضمان؟ قال المصنف: وإن رجع شهود الفرع ضمنوا، لأن التلف أضيف إليهم، أي إلى شهود الفرع، فإنهم هم الذين ألجأوا بشهادتهم القاضي إلى الحكم. وإن رجع شهود الأصل وقالوا لم نشهد شهود الفرع لم يضمنوا، لأنهم أنكروا التسبيب، أنكروا الإيه؟ التسبيب، وهو الإشهاد، والقضاء ماض ونافذ، لأنه خبر محتمل، أي محتمل للصدق والكذب. الفرع، الفرع، لأنهم أنكروا التسبيب، شهود الأصل أنكروا شهادة الفرع، فكأن التحميل، أنكروا التحميل، فكأنهم لم يجعلوا لشهود الفرع يدا في ذلك. وكذلك لو قالوا أشهدناهم غلط أو غلطنا في ذلك، فلا ضمان عليهم أيضا، لأنه بمثابة أنهم رجعوا عن شهادته. ولذلك قالوا أشهدناهم وغلطنا في ذلك، لم يضمنوا أيضا. طيب، عندنا شهادة أيضا، شهود أصل وشهود إحصان. احنا عندنا عقوبة الزاني إيه؟ الزاني غير المحصن عقوبته إيه؟ الجلد. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. أما إذا كان محصنا فالعقوبة الرجم. عندنا شهود شهدوا بالزنا
وشهود شهدوا بالإحصان. فماذا يكون الحكم؟ قال المصنف: ولا ضمان على شهود الإحصان، ولا ضمان على شهود الإيه؟ الإحصان، لأن الإحصان فقط شرط وليس إيه؟ ركن، أو ليس هو الشيء. الشيء المعتد به إنما هو الشهادة. فلذلك يقول المصنف: ولا ضمان على شهود الإحصان، لأن الإحصان شرط محض صرف، والحكم إذا أضيف إنما يضاف بسبب العلة ولا بسبب الشرط؟ بسبب العلة اللي هي الشهادة على الزنا. فهنا يقول المصنف: ولا ضمان على شهود الإحصان، لأن الإحصان شرط محض، وحكم القاضي إنما يعول على العلة لا إلى الشرط. صورة أخرى معنى: رجع شهود اليمين وشهود الشرط، فعلى من يكون الضمان؟ رجع شهود اليمين وشهود الشرط. نشوف صورة لهذا الكلام: شهود اليمين وشهود الشرط. الصورة عندنا: شهد شاهدان أن فلانا عتق عبده، تمام؟ أو شهد شاهدان أن فلانا قال امرأته طالق إن دخلت الدار. يبقى شهد شاهدان أن فلان قال إن دخلت زوجته الدار فهي إيه؟ طالق. وجاء شاهدان آخران وقال إيه؟ نشهد إيه؟ أن فلانة دخلت الدار. يبقى عندنا إيه؟ شهود إيه؟ شهود شهود يمين وشهود شرط. امرأته طالق، هذا يمين، شهد أن فلان قال ذلك، وجاء آخران وقال نشهد أن فلانة دخلت الدار. يبقى عندنا شهود يمين وشهود شرط. شهد اثنان أن فلانا قال إن عبده حر إن خرج من الدار، هذا شرط يمين، هذا يمين. جاء آخران وقال نشهد أنه إيه؟ خرج من الدار. يبقى عندنا شهود يمين وشهود شرط. الحكم في تلك الحالة إيه؟ قال المصنف: وإن رجع شهود اليمين وشهود الشرط فالضمان على شهود اليمين، لأن السبب هو اليمين، والتلف مضاف إلى من أثبت السبب وهو الشرط. فإن القاضي يقضي بشهادة شهود اليمين دون شهود الشرط. صورة المسألة: شهد شاهدان أنه علق عتق عبده أو طلاق امرأته بدخول الدار، إن عبده دخل الدار فهو كذا، إن امرأته دخلت الدار فهي طالق. يبقى عندنا يمين معلق، شهد شاهدان بالدخول وشهد شاهدان بالطلاق قبل الدخول، هنا تجب قيمة العبد ونصف المهر على شهود التعليق. ليه نصف المهر؟ لأنهم شهدا
أنه طلق امرأته قبل الدخول. الطلاق قبل الدخول يستوجب إيه؟ يستوجب نصف المهر. رجع شهود اليمين وشهود الشرط، فالضمان على شهود اليمين لأن السبب هو اليمين، والتلف مضاف إلى من أثبت السبب دون الشرط. طيب، الصورة التي معنا: رجع المزكون عن تزكيتهم، نشهد أن فلان وفلان عدول، هذه تزكية، وبناء على تلك التزكية حكم القاضي. جاء شهود التزكية ورجعوا عن شهادته، قالوا قد رجعنا عن شهادته، فماذا يكون الحكم؟ هنا يقول المصنف: وإن رجع المزكون ضمنوا ما أتلفوه بسبب شهادته، لأن القاضي عندما قضى اعتمد على إيه؟ على العدالة، والعدالة جاءت من قبل أهل التزكية. هم رجعوا بعد أن زكوا فلان وبعد حكم القاضي، فحكم الضمان. رجع المزكون ضمنوا، هذا عند الإمام. وقال أي الصاحبان لا يضمنون، لأنهم أثنوا على الشهود خيرا فصاروا كشهود الإحصان. يريد أن يعاملوا هؤلاء معاملة إيه؟ شهود الإحصان. هو مجرد أن قالوا هذا الرجل صاحب دين ودين وورع وما إلى ذلك، فالصاحبان قالهم بمثابة شهود الإحصان، ونحن قد قلنا إن شهود الإحصان لا يضمنون. فرجع المزكون ضمنوا عند الإمام وقال لا يضمنون، لأنهم أثنوا على الشهود خيرا فصار حكمهم كحكم شهود الإحصان. أما إمام الحنفية الذي قال بالضمان، فاستدل لقوله هذا بقول المصنف، وله أن القاضي إنما يعمل بالتزكية. القاضي حكم بناء على إيه؟ حكم على تزكية الشهود لهؤلاء، فعول القاضي في حكمه على التزكية، وكان الحكم صادر بناء على تزكية الشهود. فهنا يرى الصاحبان أنهم يضمنون. الإمام نعم، وله أن القاضي إنما يعمل أو قد عمل بشهادتهم في التزكية، فهي علة العلة. يبقى التزكية علة الشهادة، فيضاف الحكم إليها، بخلاف شهود الإحصان، لأن الإحصان كما قلنا مجرد شرط فقط. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.